وصفة الأسبوع مميزة، وصفة طبخ، ما هي وصفة حلو، أكيد حتعجبكم وسهلة كتير، وممكن أي ست ممكن تعملها. حتحتاجوا بصل، طبعا حكتب لكم مكونات آخر شي تحت بالوصف. حنقطع البصل مثل ما كم شايفين بهي الطريقة، ممكن تقطعوه أو تفرموه بالفرامة أو ممكن تفرموه على يدكم. هنحتاج عدة بهارات، وممكن نحتاج شوية بهارات شوية حادة، فاللي ما بيحب البهارات الحادة مو مشكلة، ممكن يعمل سكيب لهاي البهارات. احتاجوا بهارات البرياني، راح تحتاجوا ملح، فلفل أسود، هتحتاجوا كمان كاري وممكن ملون طعام شوي حتى يعطي اللون. لكم شايفين نحطه نص ساعة، ممكن لو حسيتوا درجة الاستواء ما كتير مستوية ممكن تحطوا أكتر، وهذا الرز عنا هون طبعا كمان نسلقه. هلأ بدنا نعمل خلطة الدكوس على السريع، بدنا نحط شوية ثوم، بدكم تحطوا كمان معجون بندورة أو معجون فليفلة، لو أنتوا ما عندكم فليفلة جاهزة ممكن كمان تضيفوا قطع فليفلة وتحطوهم بالخلاط وتحطوهم سوا، ممكن طبعا تحطوا حد، أنا ما كتير بحب الحد فما كتير حطيت بهي الخلطة حد. حطوا شوية ملح وشوية بهار أسود لو حبيتوا. طبعا انا قليت الرز بشوية زيت، مو كتير، تقريبا معلقة زيت نباتي، ومنصبه مثل ما لكم شايفين هون عنا بالجاط او بالصحن، وبعدها بتحطوا فوق الجاج بعد ما شوي يبرد حتى ما يلزق على نفس الرز. بالنهاية إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو للأسبوع واستفدتوا من البرياني. لا تنسوا تعملي لايك وشير وسبسكرايب لهذا الفيديو، وتشوفوا باقي الفيديوهات لو ما شفتوها، ولا تنسوا تبعتولي كمان شو الفيديو الأسبوع الجاي اللي انتوا حابين انكم تشوفوه، أو انكم تقترحوا علي اقتراحاتكم شو الفيديوهات القادمة اللي حابين انكم تشوفوها. شكرا لكم.